L'interview chef d'entreprise. L'interview chef d'entreprise, Razi, hakina ch عندنا اليوم. Razi, sur demande, l'interview هذه طلبوه les étudiants ou je venais sur mesure بالضبط. معنا مدام نيلة بوليلة مش أول مرة تجي معنا, professeur d'enseignement supérieur, directrice de l'école doctorale de l'IHEC Carthage, responsable pédagogique du master professionnel expertise comptable. Aslema مرحبا بك مدام. مرحبا بكم. مرحبا بكم معنا. شنو حوالك يا مدام؟ شنو هي الظروف توا مع تعديت ليكزامانات نتاع ليتوديونيت؟ كيفاش لومبيونس في الفاك اون جينيرال؟ دونك توا لومبيونس ستريس طالع. تصور. كو سوسوا لي زيكزامان وثما برشا غاسره خاطر اون فيت لي جديد ولا تويكا لانه البي اف النوت نتاعو تتحسب او نيفو دو لا موين جينيرال. دونك اوني ابيتوي باغ ان اونسيان ريجيم لا او لا نوت دو بي اف ما تدخلش او نيفو دو لا موين جينيرال اونيكمون اون تيان كونت دو لا مونسيون. دونك من عمني ولا تبدل السيستيم سو كيفي ولا يعمل برشا بريسيون على لي زيتيديون على خاطرهم ايل سون دون لوبليغاسيون دو فيغ لا سوتونونس دو لور بي اف قبل ما تخرج الديليبراسيون. وهو هوني الحقيقه ليتوديون استعود برشا بالبخل خاطر هو من عامني وعمل الستاج نتاعو دونك عنده توت اون اني بور فير سون بي اف ما يتذكروا كيف في الشهر الاخرين بيان سور بيان سور يظل يخدم كان بالزربه هذاك الكومبورتمون العادي نتاع ايتوديون معناها عامل ستاج من الصيف اللي فات والله اعلم بروميي ستاج وين باش يكون عامله ستاج ولا وين لقى الاتيستاسيون دونك دوكو يلقى روحه في مشكله كبيره توا مع الغابور نتاعو شنو عمل شنو ما عملش وين يهزنا للسوجي نتاعنا كومون سو كومبورتي او سان دان ستاج مهم برشا دخلت انا للستاج قبلوني كيفاش نجم نبدا نتصرف شنو نجم نعمل غاديك شنو ما انواع لي ستاج شنو نجم نيفيتيو زاد اكزاكتومون في لي ستاج سؤال مهم برشا اما انا ماذا بيا نسالكم الكلكم وقت واحد يعمل ستاج ايتوديون دخل باش يعمل ستاج تو دابور شنو ما لي زاتونت من ستاج نتاعك انت شنو تستنى من ستاج كانك انت دخلت الستاج بليش ما تي فيكس ان اوبجيكتيف الحقيقه تقعد في الفاغ ما انتيش باش تخدم عليه ستاج ستاج راه لازم تخدم عليه من ليتاب نتاع ريشيرش كومون فا سيبلي لونتربريز الكومبورتمونتال لا بري ستاج خاطر ديما نقولوا il faut prendre contact et garder contact خاطر هذيك هو المهم ياسر دونك اليوم ما لي زاتونت نتاع ستاج وما ثم برشا حاجات لي زاتونت نتاع ستاج اول حاجه هي سي لا بريز دو كونيسونس او نيفو دو لونتربريز ثاني حاجه هو انك انت فوزالي براتيكي لي كونيسونس تيوريك نتاعك في البراتيك وهوني بالحق انا ديما نقولها لي زيتيديون نقولهم اذا كنتم راهو دخلتوا عملتوا ستاج نتاعكم وما لقيتوش حتى 80% من الفاليداسيون هذا ستادير سي كو فوتر ستاج ني با كونكلون Le troisième point, c'est le fait de choisir un bon stage, un bon sujet plutôt, ou t'as un chauffeur même bad qui fait le bon sujet, c'est la clé de réussite même bad dans ta soutenance mtiak. الحقيقه كانك خدمت على ان سوجي كي ني با اوريجينال كي ني با بيرتينون كي نا با دو لا فالور اجوتي بور لا بروفيسيون اللي انت مش تعملها سنا اوكان سونس وراهو الكلي دو ريوسيت من بعد نتاع سوتونونس نتاعك هيك علاش راهو الكل يتخدم مع بعضه معناتها مش اني انا اليوم باش نمشي نعمل ستاج بور افوار لاتيستاسيون ادمينستراتيف سي با سا مش هذا لوبجيكتيف فما دي زيتوديون كي اون ريكلامي فما كلمتين انا قايدتهم فما شكون قال لي ستاج كافي وما شكون قال لي ستاج فوتوكوبي دونك هذوما كلمتين ياسر موجودين وزيد كلمة ثالثة ستاج كليماتيزور خاطر علاش خاطر مالوريزمون او نيفو الصيف فما برشا دي كونجي صحيح دونك هو البيريود ما هيش بيان ادابتي دونك شنو نلقاو رواحنا نلقاو رواحنا يا اما بمزيه خاطر هو ولد صاحب ما نعرفش شكون وهذيك الحكايات الكل وراهو ما نكذبوش على بعضنا معناتها الواقع هذاك هو اللي موجود دونك انا ديما شو نقول لهم لي زيتيديون نقول لهم في ستاج ثم حاجه مهمه على الاخر من اول نهار حطيت ساقك في وسط لونتربريز عندك معاك اجندا نتاعك كل يوم تكتب في الاجندا نتاعك كيسكو فوز افي في اليوم جبت قهوه تو نكتب قهوه ونقول لكم شنو حكايه القهوه دونك الغدوه شنو عملت معناتها اذا كان او بو دون سيمين الكالندري نتاعك فارغه الور لا il faut trouver une autre solution خاطر اذا كان الكالندري فارغه ستادير كو لو ستاج ما هوش كونكلوون il ne va pas être concluant دونك شنو الواحد لازمو يعمل دونك لازمك تحكي مع التوتور نتاعك خاطر جينيرالمون وقت نعملو ان ستاج كنا عندنا ان توتور عندنا ان متر دو ستاج دونك
حاجة أخرى لازمنا نطلبوا إنه إيفالويشن إنه رينيون ديفالويشن مع لونكودرام تاعنا. دونك وإذا كان لونكودرام تاعنا ماهوش ديسبونيبل في الصيف ما تنساش نتعديو للنيفو اللي أعلى شوية. سوبيريور هيراركيك. دونك شفتوا هذا الكل وش يعلمكم أنتم من قبل كنتوا تحكيوا على سوفت سكيلز. دونك أنت ما تقولش أنا راني مازلت صغير. لا. دونك أنت وقت باش تدخل تعمل ستاج لازمك تطير الحشمة. لازمك انت وقت يقول لك جيب لي تعمل فوتوكوبي نجم تاع المره الاولى المره الثانيه مي لازمك تتعلم تقول لا. واضح. دونك كان طلب منك زاد حاجات بيرسونيل معناتها ينجموا مثلا مش يقول لك بالله في الدوره عندي البريسينغ تنجمش تجيب لي حوايجي. دونك سي بوسيبل. دونك لازمك تتعلم تقول لا. مي افيك بوليتيس. حاجه اخرى لازمك تتعلمها معناتها انت خاطر هذا سي لو برومي كونتاكت نتاعك. دونك لازمك تتعلم تجي في الوقت وتروح في الوقت مش جاي باش تقعد في الكليماتيزور. هيك علاش قلت لكم راهو ستاج كليماتيزور موجود. ثم حاجات اخرين زاد يقولوهم لي ستوديون كيما قلت لكم راهو لاجوندا مهمه ياسر. لاجوندا نتاعك فارغه اوتوماتيكمون يلفو تروفي لا سوليسيون. لا سوليسيون سي اترافيغ دو فوا يا اما افيك لو تيتور نتاعك ولازم يبدلك من سيرفيس لسيرفيس او بيان لا دوزيام سوليسيون كاريمون وزالي شونجي دون دو d'entreprise. Khater finalement enti mbad vous allez rédiger un PFE. PFE nta k'chou kon ferg. Le rapport hadi k'chou kon ferg. Hadi k'alach ana nqoul dima mohem yeser win mch n3amel stage, comment je vais me comporter, mch t3allem zeda comment je vais gérer les conflits au niveau de mon stage. Khater zeda fama chkoun yqoul waqt nmchi n3amel stage yitlbou menni hajat ma3nta carrément yokhrejou 3bit kon jiet w ana mch n3awadhom. Bil3aks il faut saisir l'occasion hadik w tqoul ana mch t3allem haja jdida. Ma tqoulch ma3nta fama kelma yestamlouha chwiya li stadion hiya ليكسبلواتاسيون معناتها ساعات يقول لي مازال استغلوني. ما قبلتش حتى توا ايتيديون عدى ستاج وما ما حكاليش استغلوني استغلوني استغلوني. سوى خدمه اخرى زايده ولا خارجه على السوجي بالك شيء من الاول ولا حاجات اخرى كيما اللي حكينا عليهم هذا. انا الحقيقه الكلمه هذه ما نحبهاش. حتى انا. خاطر ما فماش استغلال ونيفو دو لونتربريز بالعكس شوفها اوبورتونيتي معناتها. تجربه. مع اوبورتونيتي شتك جديده معناتها وما فماش حاجه تجيبليش تعب راهو قد بالعكس معناتها انت لازمك او نيفو دي سوفت سكيلز نتاعك لازمك انت تطلب الخدمه. معناتها اذا كان هيك علاش ركز برشا على لاجوندا كانك لاجوندا نتاعك مش تلقاها فارغه فريمون il faut trouver une solution. باهي اللي باش يعدينا ديريكتومون خاطر ما عادش عندنا برشا وقت بعد ما كملت الستاج باش نحضر السوتنونس نتاعي. كومون سو بريباري بور سيت سوتنونس شنو نجم نعمل اكزاكتومون؟ التحضير السوتونونس راهو انا ديما شنو نقول راه 80% من السوتونونس الكل بيد ليتيديون. هو سي لو شيف دوركيستر. 20% شنو هو يقعد كيستيون ريبونس ما بين لي مومبر دو جوري و ليتيديون. ودايور حتى هذوك هو لازم يكون تري انتيليجون اي لي كابابل دو مانيبولي لو جوري قدامو دو لو زيريونتي او نيفو دي كيستيون كي سورون اتر بوزي. معناها جوري تحب انو ليتيديون ي manipulate. Bien sûr. Il y a fiq non ma c'est pas يهزو حتى للفولي اللي هو حاجته بيه يبعد على الفولي اللي هو ضعيف فيه شويه يهزو تكنيكمون لبلاصه اخرى. لازمك انت تعرف كيفاش مش تحضر سبيتش نتاعك دو تيل مانيير كو فو نالي با اونتري دون لي ديتاي. دونك فو زالي ميتر لي زيدي لي بلوز امبورطونت بور من بعد انك انت تو فا لي بروفوكي باش يسالوا لي كيستيون هذوك. واضح. Madame, une petite question. Nous, en architecture, on a la mémoire de fin d'études liée en cinquième année. Donc, je suis Sylvia et Sylvia en conception d'un projet, lire mon étudiant. Donc, on est en train de l'architecture, les avis se diffèrent. Je suis un membre du jury, mais je suis un membre du jury, et je suis un membre du jury. Du coup, l'étudiant, il y a une situation où il est en train de faire le fait. Donc, le membre du jury, je suis un membre du jury, je suis un membre du. Donc, est-ce que il est favorable pour l'étudiant دافع على فكرته معناها اسكو معناها إلا بريسي الحاجه هذيا ولا معناها من المستحسن انه يسكت ويسمع جست الكلام تاع المامبر دو جوري. دونك سؤال إلي تريز انتيريسون. دونك او نيفو دو ميموار راهو الكل علم وفي العلم من يا با ماهوش مات ماهيش سيونس اكزاكت ماهوش واحد وواحد. دونك ثما اون تيز اون كونتر تيز اون انتي تيز. دونك وثما ان فوندومون تيوريك. دونك انت اذا كانك اليوم عملت ريفيو دو ليتيراتور نتاعك وريفيو دو ليتيراتور نتاعك هزتك لثنيه معناتها لازمك انت تختار ثنيه اللي هي مختلفه على الاخرين. دونك لازمك تقنع لي مومبر دو جوري نتاعك ماهوش انت راك فكرتك انت. دونك الفكره نتاعك انت اللي انسبيري من ليتيراتور اونتيريور.
دونك مش تقنعهم بالفكره هذيك اي الفو ديفوندر لو ايدي مي توجور اون نيونسون ما تدخلش في ما نحكيوش ديسبوت مع تبعيد برشا مي نحكيو اون تيرم دو كونفلي معناتها ما تحطش روحك فرونتال معناتها الفو ريبوندر دون مانيير تري فين اي انتيليجونت معناتها وي معناتها وي مي واضح تيز انتي تيز باهي برشا هذا سؤال بالحق وثما حاجه اخرى راهو بارابور ا سا ساعات راهو نسالو دي كيستيون وليتيديون يل سو تروف دون لانكاباسيتي دو ريبوندر معناتها هنا ديما يقولوا لي مدام اسكو مباكلي ونجيبو كيما والا شنعملوا انا ديما شنقول نقول يل فو دوموندي دو ريفورمولي لا كيستيون راهو بروبابلومون لورسكو فوزالي دوموندي دو ريفورمولي لا كيستيون انت ثما كلمات ما فهمتهمش من بعد تولي مش تفهمها دونك ديما نصيحه سي كوا نصيحه انه il vaut mieux ما تقولش حاجه غلطه mieux que تقول حاجه دخلها بعضها واضح ما عرفتش راهو ما فيها حد شيء معناتها ما هيش مشكل ما الكلنا ما نعرفوش كل اي حاجه وكل واحد اللي اكسبير دون ان دومين بيان بارتيكولير معناتها باهي برشا هذا كيف نصيحه اخرى نتصور زاده حتى بالك شي سؤال اخر بارابول سوتونس للناس اللي قاعدين يحضروا في لي سوتونس نتاعهم التحذير يقول لك انا كي مش نحضر نهار السوتونس نتاعي اسكو نحفظ النص نكتبه بكله ونحفظه والا اسكو ميسالش نخلي كلكو بوان اي جامبروفيز كيف نصيحه هذه دونك نصيحه سهله برشا انا ديما باش نقولها ما نقولهم هو انه فو با ريبروندر لو بلون تاع الميموار نتاعك خاطر ديجا جوري هو عنده الميموار دونك يلفو دوني ان بلون اللي فيه لي برينسيبال زيدي وشنو لازمك تعمل لازمك تعمل دي ديابو كي نو سون با تري شارجي vous allez mettre les idées claires par contre il faut bien rédiger le speech و speech النصيحه اللي ديما نقولها تكتبوا وتحط روحك وتقف قدام المرايه في الاوقات الكل 8 نتاع الصباح و9 نتاع الليل ونص الليل و7 نتاع الصباح نقول لكم علاش خاطر حتى صوتك يتبدل راهو من ساعه لساعه وي صحيح دونك كيس كيل فو فير تكتب سبيتش نتاعك تحفظو بالحق تحفظو مي لو جور دو لا سوتونونس tu dois faire semblant انك انت tu t'improvises وهذيك القوة نتاعك وكيف تبدا تحكي قدام المراية تبدا تحكي قدام المراية وبعد تبدا بشوي بشوي تدخل عائلتك بعد تمشي تعمل معناتها مش تجرب مع اصحابك دونك تبدا تحل بيس دو تياتر حتى اون ديري اون بيس دو تياتر سي لا بيس دو بارول اون بوبليك سي اون بيس دو تياتر حاجه اخرى معناتها اسكو لو جور دو لا سوتونونس الي اوفيرت ولا فيرمي هذا سؤال ديما اسكي خاطر سي ان ستريس كي كومبليمونتير زاد راهو على ليتيديون انا الحقيقه الحقيقه ديما ماذا بيا لي بارون يكونوا موجودين راهو سي مهم ياسر لليتيديون فما دي زيتيديون قد ما تحاول باش تقنعهم يقول لك مدام راني والله يعملوا لي ستريس حتى كان هما جايين طبعا بنيه معناتها باهيه لكن فما دي زيتيديون كي بوف ستريسي كي يبدو قدام مي انا الحقيقه ديما شو نقول لهم دخلوهم حطوهم من تيلي اعتبروهم مش موجودين خاطر ايل فو ميو ديما ثما لحظات الواحد ماذا بيه لي بارتاج افيك سي بارون معناتها هذوك حاجات يقعدوا لك راهو حياتك كامله انا يظهر لي هكا وي اون تو لي كاب الحق شكرا لك مدام نيرة اللي كنت موجوده بحثنا اليوم وشكرا لك على كل هذه النصائح غازي نقفل في صافي بالنسبه للتيديون اللي ماشي حاضر في روحه وقاعد باش يعدي سوتونس الجمعه الجايه ولا اللي بعدها راهي سوتونس كيما قلنا سي اون بيس دو تياتر باش تلقى روحك طايش سنارة للجوري جوري مشيو لا اكزاكتومون تهزهم للفولي اللي انت حاجتك بيه يلزمك تبدا اليز على الاستراد يلزمك تعرف كيفاش تبريزونتي الخدمه نتاعك الكونتوني سي امبورتون اي كومون لو بريزونتي سي بلوز امبورتون زاد كيف كيف دونك دوكو كان باش تدخل عرق انو داخل بعضكم مهم اون ايفيت ماذا بينا اون ايفيت اون ايفيت دونك اون ايفيت الكرافات والتالون والحكايه اول مره تلبس تالون تمشي بها تبدا تعثر واضح شكرا لك انتو لك غازي شكرا لك مره اخرى مدام نيلة مازالت موجودة معنا احنا في الموضوع نتاعنا لو ديبا مع زينب